السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة طلاب Primary 5، أهلا وسهلا بكم. With you Mr. محمد النادي. Today إن شاء الله will complete Theme 2 Mathematical Operations and Algebraic Thinking Unit 5 Multiplication and Division with Decimal Concept 1 Multiplying Decimals. Lesson 5, Multiplying Decimal Through the Hundredths Place. Lesson 6, Multiplying Decimals Through the Thousandths Place. كل الفكرة حبايبي النهاردة في lesson النهاردة ما هو قلت لنا أنا هيبقى عندي question باي عادي جدا جدا، بس كل الفكرة أن هيكون في decimal point. نفس فكرة lesson اللي فات اللي احنا خدناها، أن أنا كان عندي برضو نفس الباي والديسيمال بوينت، استخدمنا طريقة الاريا موديل. لا، الليسون بتاع النهاردة إن كان hundredths أو thousandths place whatever حتى مع الديسيمالز هشتغل فيها على طريقة الستاندرد الجوريزم. يبقى انا النهاردة هبدأ اعمل الباي العادي خالص بطريقة الستاندرد الجوريزم اللي احنا اتعرفنا قبل كده عليها في الايه في اليونت اللي قبل كده اللي خدنا فيه المالتيبليكيشن. تمام، طيب فتعالوا نشوف how can we solve it، ازاي نقدر نجيب البرودكت عندنا by using the standard algorithm. هنا يا ولاد معانا اول question عندنا 0.62 by 5.3. طيب انا دلوقتي بقى خلاص مش هحلها بالاريا موديل، هحلها بطريقه الستاندرد. الستاندرد بيعمل ايه؟ كل اللي بيعمله ان هو بياخد نفس النمبر دي ويروح يعمل لها مالتيبلاي بس من غير ديسيمال بوينت. طيب اوكي، طيب يبقى انا هعمل مالتيبلاي عليه خالص من غير ايه؟ ديسيمال بوينت. فاجي اقول كده 3 باي 2 ايكوالز 6. طبعا هنا كان في 0 بس الزيرو خلاص في الليفت ايه شبناها. اوكي، ف 3 باي 2 6 و 3 باي 6 18. وبعدين هبدا مع ال5، ما تنساش ان ال5 لازم تعمل الاول 0 لان هي اسمها 50. بعدين 5 باي 2 10 0 كاري اب 1 و5 باي 6 31 31. then we start to make plus 6 8 2 30. وباجي اقول يبقى كده الانسر عندنا بتاع المالتيبليكيشن 3 2 8 6. واجي اسال نفسي هنا البوينت في بعديها كام ديجيت؟ قال لي في بعديها 2 ديجيت. وهنا البوينت في بعديه كام ديجيت؟ قال لي في بعديه 1 ديجيت. يبقى 2 1 كام؟ 3. معناها ان انا هعمل الديسيمال بوينت قبل 3 ديجيت، فاقول 1 2 3 وقبل الثيرد ديجيت اروح حاطط الايه؟ الديسيمال بوينت. يبقى ده معناها ان الانسر عندنا يطلع معانا 3.286. يبقى فكره الستاندرد ان انا بحل الكويشن عادي خالص من غير الايه؟ الديسيمال بوينت، وبعد ما بخلص ببدا احط الديسيمال بوينت في مكانه. طيب تاني ها معايا النمبر ده، يلا هنكتبه من غير الايه؟ الديسيمال بوينت اهو، وادي 39 اهي. اوكي طيب لما اجي ابدا هبدا بيه الاول زي ما اتفقنا، بنبدا بال9 اهو. يلا بينا نعمل مالتيبلاي، يلا 9 باي 4 36 6 كاري اب 3. طب و9 باي 3 كام؟ 27 و3 تبقى 30 تبقى هنا كاري اب 3. و9 باي 7 برافو عليك 63 و3 تبقى 66 6 carry up 6 by 9 by 2 18 و6 تطلع معانا 24. اوكي طيب خلصنا. اروح اخد مين بعد كده؟ هبدا اشتغل على 3. طب ولما اجي اشتغل على 3 كانسل كل اللي فوق، ما انساش اعمل 0 لان هي ما اسمهاش 3 اسمها ايه؟ 30. بقى اقول 3 by 4 12 2 carry up 1. 3 by 3 9 1 10 so 0 carry up 1. 3 by 7 21 and 1 22 2 carry up 2 و 3 by 2 6 و 2 8. وبعدين يلا نعمل لهم بلس هنا 6 2 6 6 10. يبقى الانسر عندنا هنا طلع معايا ها 106626. البوينت بقى فين؟ هنا البوينت after 2 digit وهنا after 3 digit. يبقى 3 و 2 او before 2 digit before 3 digit، يبقى 3 و 2 يطلعوا كام؟ يطلعوا 5 digit. فاروح اعمل count 5 1 2 3 4 5 وقبل ال 5 اروح منزل الايه؟ البوينت بتاعتنا. فيطلع معايا الانسر حبايبي 1.06. يلا ناخد تاني ها، معانا 2.43 باي 6.9. هنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هنبدا نكتب النمبر من غير الديسيمال بوينت، وابدا اعمل المالتيبلاي عادي جدا اهو. واجي اقول 9 باي 3 27 7 كاري اب 2 و9 باي 4 ايكوال 36 وكام؟ ومعانا 2 يبقوا 38. يبقى دي 8 كاري اب 2.
3 9 by 2 18 and 3 19 20 20 ها 21. اوكي طيب انا كده خلصت ال 9، هروح ابدا اشتغل مع مين؟ مع ال 6. طيب لما اجي ابدا اشتغل مع ال 6 هبدا اعمل ايه؟ بوت 0، خلاص الكاري ده يتشال، بقول له 6 by 3 18 8 carry up 1 6 by 4 24 1 25 هنا carry up 2 بعدين 6 by 2 12 و2 14 then we'll start to make plus here 7 8 plus 8 16 6 carry up 1 2 plus 5 7 2 plus 4 6 وهنا 1. طيب وبعد ما خلصت اطلع بقى فوق اكتب الانسر. يبقى هو كان ممكن بيضحك عليا سايب لي مكان واحد، بس انا بقول له الكلام ده مش مظبوط، لازم الاول اطلع بره اعمل الستبس. حتى وانت بتحل في الاكزام اطلع اعمل درافت اوتسايد وابدا اشتغل فيه كل الستبس بتاعتك، وبعد ما تخلص تكتب الانسر وتشوف هنا البوينت افتر 2 ديجيت وهنا البوينت افتر 1 ديسيمال، يبقى 2 1 افتر 3 يبقى نعمل البوينت هنا ما بين مين ومين؟ ما بين ال 6 وال 7. ليه يا مستر؟ عشان لازم اعملها قبل 3 ديجيتس. The next question. يلا بينا. ها هنعمل ايه؟ يلا write the number without decimal point. وبعدين نبدأ نروح نعمل المultiply. ها 4 by 5 20 0 carry up 2 4 by 3 12 و 2 14 4 carry up 1 4 by 9 36 1 37 so 7 carry up 3 4 by 2 8 with 3 11 then we'll start with 3. هنبدأ نعمل ايه اول حاجة؟ put 0 وكنسل كل الكاري اللي فوق ونبدا نشتغل من اول. 3 by 5 15 5 carry up 1 3 by 3 9 1 10 so 0 carry up 1 و 3 by 9 27 1 28 8 carry up 2 3 by 2 6 so 2 8. يلا بينا نروح نعمل لهم بلس. so 0 4 plus 5 is 9 here 7 here 9 here 9 so the answer will be 99790. ويلا بينا هنروح نكتب الانسر ها في مكانه الموجود، ادي 99790 والبوينت هنا افتر 2 ديجيت وهنا 1 ديجيت يبقى افتر 3 ديجيت، يبقى هنا هننزل الايه؟ البوينت. تمام حبايبي يلا بينا نشوف اللي بعده. The next question. ها هنعمل ايه؟ هنا مديني مكان ان انا احل فيه، بس باجي اقول له والله يا مستر ايه الحل ده هنا مش هينفع. ليه؟ احنا اتفقنا لازم بره اطلع بره اعمل السبيس بتاعتي اللي هي في السبيس بتاعتي ابدا اعمل الانسرز كله، وبعد ما اخلص ارجع اكتب الانسر فين؟ الفاينل انسر بالستبس. طب مستر بعد ما اخلص امسحه في الامتحان؟ لا حبيبي، خلي الانسر زي ما هو عشان خاطر التيتشرز برضو ايه يصححوا لك، عشان مثلا لو عندك مشكله في الفاينل انسر فبتاخد درجات على الستبس اللي انت عملتها. اوكي طيب يبقى دي 174 هنعمل لها باي 35، لان في بعض من اولاد حبايبنا ساعات بيعمل الباي صح بس بينسى البوينت، معمول هياخد زيرو؟ لا، طالما الستبس المستر شايفها ياخد درجات عليها فبنقص ايه كل الدرجات بتاعتها. تمام طيب يلا بينا نبدا نعمل الباي. 5 باي 4 20 0 كاري اب 2 5 باي 7 35 و2 يبقى 37 كاري اب 3 بعدين 5 باي 1 5 و3 يطلع معايا 8. بعدين اروح يلا هبدا مع مين؟ ابدا مع 3، طالما دي ما اسمها 3 دي اسمها ايه؟ 30، يبقى put 0 first بعدين 3 by 4 12 2 carry up 1 و 3 by 7 21 و 1 يبقى 22 2 carry up 2 و 3 by 1 3 و 2 يطلع معايا كام؟ 5. بعدين يلا بينا نعمل لهم بلس. 0 بلس 0 0 7 بلس 2 9 8 بلس 2 10 0 carry up 1 1 plus 5 equals 6. So the answer here will be 6, 0, 9, 0. طب والبوينت فين؟ هنا فوق يا مستر في بوينت بعديها 2 ديجيت، هنا ما فيش، يبقى انا بس هشتغل على ال 2 ديجيت اللي احنا قلنا عليه. تمام كده حبايبي؟ يبقى النمبر خلاص اللي مالوش ديسمال بوينت خلاص ما بعدوش معايا، انا يهمني بس اللي عنده الايه؟ الديجيتس. اوكي؟ طيب تمام. يلا بينا نشوف اللي بعده. معانا يا مستر 8.108 باي 0.45 هنعمل لها ملتبلاي ازاي؟ اول حاجه بنبدا بيها هنا write the number without decimal point اهو، وبعد ما اخلص ما انساش الديسمال بوينت في الاخر. يلا بينا نبدا. ها
5 باي 8 40 0 كاري اب 4 5 باي 0 0 وتنزل ال 4 بعد كده 5 باي 1 5 و 5 باي 8 برضه 40. بعدين يلا نبدأ مع مين؟ مع ال 4. ال 4 اسمها 40 يبقى الأول ننزل 0 هنا ونشيل ال 4 دي ونيجي نقول 4 باي 8 32 2 كاري اب 3 و 4 باي 0 0 وبعدين ال 3 تنزل بعدين 4 باي 1 4 و 4 باي 8 32 ويلا بينا نعمل بلس هنا 0 4 بلس 2 6 5 بلس 3 8 وادي هنا 4 وهنا 6 وهنا 3 خلصنا اهو اطلع بقى اكتب الانسر ادي 3 6 4 8 6 0 وبعد ما خلصنا ننزل البوينت هنا 1 2 3 4 5 يبقى البوينت افتر 5 ديجيت 1 2 3 4 5 ونحطها على طول قبل الايه الفيفث ديجيت. تمام كده حبايبي؟ يبقى دي فكره الستاندرد الجوريزم، ما اختلفش كتير عن اللي احنا خدناه قبل كده، هو بنفس الستبس، بس تخلي بالك في الاخر الديسيمال بوينت، خلي بالك من مكانها، اوعى تكون بتتلخبط في الديسيمال بوينت. طيب لو لسه بتتلخبط في الديسيمال بوينت، تعال نحل الكويستشن ده مع بعض، الكويستشن ده هو عامل الملتبلاي، بس هو طالب منك بس انت اللي تنزل الايه؟ الديسيمال بوينت، بس خلاص تمام؟ يعني هو هنا عامل 12 باي 24 هو مخلص الايه الباي بتاعتهم قال لي 288 بس عندنا مشكله فين؟ في البوينت. اقول له خلاص هنا بوينت 1 ديجيت وهنا 1 ديجيت يبقى نعملها بعد ال 2 ديجيت يعني المفروض البوينت تيجي هنا اهو ما بين ال 2 والايه وال 8 تمام؟ تمام يبقى تبقى 2.88 اوكي. اللي بعدها 5.8 باي 7.4 خلاص هو كده كده البوينت ايه عاوزين بس ننزلها لان هو الملتبلاي عامله فقال لي البوينت هتكون افتر 2 ديجيتس اللي هي ايه 1 2 وبعد كده ننزل بوينت. خلي بالك لما بتعد الديجيت بتعد منين؟ من الوانس من الاخر للاول اوكي ما بتعدش من الاول لا بتعد من اول الوانس وتعد كام ديجيت المفروض تسيبهم وبعد كده تنزل البوينت اوكي. لتر سي نفس النظام هنا 1 2 يبقى هنزلها بعد 2 ديجيت اهو ادي هنا بوينت 72 يبقى ال 2 ديجيت وادي البوينت جت بعد كده اوكي. طيب لتر دي 0.09 باي 0.3 ايكوالز 27 تطلع كام دي يا مستر؟ فبقول له والله هنا كده 2 ديجيت وهنا 1 ديجيت يبقى بعد 3 ديجيت ادي 720 وبعدين بوينت 0 تمام؟ يبقى خلي بالك 3 ديجيت تروح مزود 0 قبليهم. طب لتر اي نفس النظام برضه تبقى 3 ديجيت يبقى دي 4025 وادي البوينت هنا كده اهو تمام. طيب اخر واحده عندنا لتر اف 15.85 باي 4.3 نفس النمبرز اهي يا مستر وهبدا اشوف البوينت هتنزل فين هنا 2 ديجيت وهنا 1 ديجيت يبقوا 3 ديجيت يبقى البوينت هتيجي هنا بتوين 8 اند 1 تمام. تمام يلا بينا نشوف ايه تاني اللي بعده. The correct product for each problem has been given without multiplying. Use reasoning to place the decimal point correctly in one or both factors more than one correct answer is possible. هو هنا بيقول لك ان هو عمل الملتبلاي وطلع الانسر بس هو هنا مطلع الانسر بالديسيمال بوينت مع ان النمبرز نفسها ما فيهاش ديسيمال بوينت فبيقول لك انت حط الديسيمال بوينت في المكان اللي انت عاوزه، عاوز تحطه في 1 نمبر اوكي، عاوز تحطهم في 2 نمبرز اوكي، بس اهم حاجه تخلي بالك من الايه؟ الانسر. طيب طبعا هنا اجابات كتيره ممكن انا ممكن احل باجابه وزميلي يحل باجابه وصاحبي التاني يحل باجابه وزميلتي التانية تحل باجابه تانية اتس اوكي ما فيش مشكله. يعني مثلا في اول واحده ممكن الاقي واحد عاملها 3.8 باي 6.4 ليه؟ لان هو هنا 2 ديجيت فهو ساب هنا 1 و1. ممكن الاقي واحد تاني لا عاملها كده يقول لي 38 يا مستر باي 0.64 برضه دي صح ودي صح. واحد تاني ليه عاملها 0.38 باي 64 برضه دي كده كمان ايه صح. يبقى انا قدامي ايه كذا انسر ممكن نعمله. طيب ليتر بي اختار اي واحده منهم بقى وابدا اشتغل عليها. هنا بعد 3 ديجيت فانا ممكن اخد مثلا هنا اعملها بعد 2 ديجيت باي 1.7 وهنا يبقى الثيرد ديجيت. واحد تاني يقول لي لا انا ممكن اعمل يا مستر 532 واعمل هنا بوينت 0 وهنا تفضل 17 زي ما هي برضه صح ودى 3 ديجيت كلهم في مكان واحد. واحد تاني يقول لي لا طب انا ممكن اعملها كده 53.2 باي 0.17 برضه صح هنا 2 هنا 1 يبقوا ايه 3 ديجيتس اوكي. يبقى زي ما انت شايف ما فيهاش مشكله خالص هتلاقي الموضوع فيها ايه فيري ايزي. هنا افتر 1 ديجيت فممكن مثلا احط البوينت هنا قبل ال 6 وخلاص يبقى انا كده خلصت يبقى عملتها 82.6 تمام. ويبقى انا كده ايه
خلصت هنا اهو ادي 82.6 وسبت ال 43 زي ما هي ما عملش فيها حاجه. طيب اللي بعده letter D 18 by 145 equal to 161. هنا بقى يا مستر مفيش بوينت. طب في حاجة بقى أكيد فيها سيري دي، ازاي هنا يعتبر مفيش بوينت في الآخر؟ ده حتى 8 by 5 equal 40. قال طب معلش ممكن نيجي نجربها كده نشوفها الدنيا أخبارها إيه. أهو 8 by 5 40 0 carry up 4 8 by 4 32 4 يبقى 36 بعد نزل 0 1 by 5 5 1 by 4 4 1 by 1 1 ونعمل بلس ادي 0 11 وهنا كده تبقى 8. هنا كام؟ 8 هنا 145 باي ادي يا مستر 145 باي 18 8 باي 5 40 0 كاري اب 4 8 باي 4 equal 32 and 4 so it will be 36 so 6 carry up 3 8 by 1 8 with 3 it's 11 بعدين يلا بينا نبدأ مع ال 1 يبقى ننزل 0 الأول 1 by 5 5 1 by 4 4 1 by 1 1 ويلا نعمل لهم بلس يبقى هنا 0 6 plus 5 11 1 carry up 1 2 plus 4 6 وهنا 2. يبقى الانسر كان 261 وفي 0 هنا في الاخر، الزيرو ده راح فين؟ هو اعتبر ان كاني في بوينت والبوينت دي هو طير الزيرو بتاعتها. طب انا ايش عرفني؟ اصل المفروض 8 باي 5 ايكوال 40 يعني لازم يطلع معايا في الانسر فيها ايه؟ 0. طب ليه يا مستر ما قلتش كده في الباقيين؟ لان هنا 2 باي 7 ايكوال 14 فيبص اولها 4 خلاص اوكي. هنا 8 باي 4 32 اولها 2 تمام، هنا 6 باي 3 18 اولها 8 يبقى انا كده تمام. يبقى هنا في ديجيت واحد في بوينت فانا اقدر اعملها 1.8 باي 145. يبقى خلي بالك من الخدعه دي، دايما اتاكد بيه ان انت بتعمل الوانس باي الوانس وتلاقي ان الوانس بتاعها هو لازم يكون اخر انسر موجود معاك. Thanks a lot for your watching. See you inshallah in the new video. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.